يكون هنالك كثير من الأعراض التي قد تتطور ما بين الألم والانزعاج، ثم يصبح هناك بعض التقرحات. علاجها تبدأ بالتشخيص أولاً عن طريق الأشعة التلفزيونية السونار الدوبلر، ثم بعد تشخيصها يكون العلاج إما عن طريق الشراريب الضاغطة في حالات أن تكون في بداياتها، أو عن طريق الليزر، وهي أحد التقنيات الجديدة والمتطورة، أو عن طريق الحقن بالمادة الرغوية عن طريق أنابيب وقساطر، وكذلك عن طريق التردد الحراري. وبذلك بعدها يصبح المريض لا يحتاج إلى جراحة، وإنما هي عبارة عن تخدير موضعي يتم بقسطرة عن طريق الليزر أو التردد الحراري أو الحقن بالمادة الرغوية.